النهارده بقى هعمل لكم ايس كريم الدايت والعادي. النهارده طبعا البطيخ موجود بكتره، اليومين دول والجو حر محتاجين ايس كريم البطيخ ضروري، علشان البطيخ دلوقتي اليومين دول بتوعه. شايفين بطيختي المعسله المرمله الحمراء زي العسل. بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لايك وشير وسبسكرايب للوصفه المميزه. اللايك يا جماعه بيساوي كلمه شكر على المحتوى، اتمنى ان انت ما تبخلوش عليا بلايك، واللي ما اشتركش يشرفني ونورني وشريك في القناه، هكون سعيده بيه جدا. وتفعلوا زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه، واتمنى ان تشير الفيديو ده من اصدقائكم علشان تعم الفائده. ويلا بينا على الايس كريم الجميل الدايت والعادي وكل حاجه هيفه النهارده. زي ما انتوا شايفين كده انا جايبه بطيخ، انا دلوقتي هقطع كيلو بطيخ صافي، يعني لما بقطعه كده هيوزنه قال ايه كيلو. طبعا هشيل البذر منه، اللب ده اللي هو اسود والابيض، يعني كل اللب هتشيليه منه وتبداي تقطعيه مكعبات كده الاول. طيب واحنا في سياق الفيديو كده هشرح لك، انا عايزه دلوقتي تعملي ايس كريم مش دايت، يعني دلوقتي النهارده انا عامله الايس كريم ده دايت، يعني اللي عامل رجيم ويعني ملوش نفسي ياكل ايس كريم، لا لو نفسي هناكل ايس كريم عادي خالص، وانت عامله رجيم ومفيش مشكله خالص. طيب ايه الايس كريم العادي بقى مش رجيم نعمل ايه؟ هنزود عليه حاجات. طيب في سياق الفيديو دلوقتي الايس كريم اللي هو في اللي هو العادي مش دايت، يا جماعه هتجيبي البطيخ ده وبعد كده هتحطيه في التلاجة في الفريزر الأول، تحطيه لما يتجمد اهو زي ما انت شايفة. انا بعد ما قطعت اشرح لك، انا منسيتش اشرح لك الموضوع، بعد ما قطعنا البطيخ كده لازم نحطه في التلاجة لحد ما يتجمد، في الفريزر قصدي، يمر عليه 4 5 ساعات كده لحد ما يتجمد خالص. الخطوة دي مهمة، حد هيقول لي طيب اضربه كده، اقول لك لا، حطيه في التلاجة في الفريزر الأول لحد ما يتجمد. وبعد ما اتجمد اهو زي ما انت شايفه كده، وبعد ما اتجمد مره حاليا حوالي 6 ساعات اهو، حابه اوريهولكوا اهو زي ما انت شايفه كده. شايفه متجمد ازاي؟ انا حابه اوريكي متجمد ازاي. لحد كده دايت او عادي ماشيين نفس الخطوات دي علشان اقول لك الكلام في ايه في ميعاده. هنقطعه كده ونجمده برضو في الفريزر. انا عندي زبادي، انا بعمل زبادي في البيت، بعمله في علبه الثلاجه كده، واخد منه زي ما انت شايفه كده، هاخد كوبايه كبيره مج كبير. طب انت ما عندكيش، هتجيبي علبتين اتنين بتاع الشركات، لان العلب الصغيره اللي بتبقى بتنشري دي بتبقى صغيره، لكن دي انا هاخد مج كبير. شايفين الزبادي انا عاملاه في البيت عادي خالص. وخلي بالكم يا جماعه الزبادي ده خالي الدسم، ما فيهوش دسم. او تقولي لي ازاي؟ اقول لك انا بغلي لبن من بالليل علشان ده دايت، انا بغلي اللبن من بالليل وبعدين يبرد واحطه في التلاجة، يعني تاني يوم الصبح بيعمل قشطة كده كتير، اشيل القشطة دي كلها، بقى اللبن فيه دسم لا يسكر، دسم بسيط خالص، وبعد كده بعمله الزبادي. انا عاملة فيديو لو انت حابة تشوفيه ازاي تعملي الزبادي البيت العادي. وبعد ما بعمله الزبادي بيعمل برضو وش قشطة بسيط كده على الوش، بشيل برضو الوش القشطة اللي بتعمل على الوش ده، يعني دايت دايت مفيش كلام. طيب انا دلوقتي عايزة اعمل ايس كريم مش دايت، هتعملي برضو الزبادي زي ما انا بقولك كده؟ لا، الزبادي ده تشتري علبتين من بره زي ما انا بقول لك علبتين، وبعد كده هتجيبي نص كوبايه كريم شانتيه بودره وتخلطيه على البطيخ زي ما هو كده، وتجيبي معلقتين لبن بودره وتخلطيه برضو على البطيخ كده، وهتروحي برضو على الخلاط زي ما انا روحت دلوقتي على الخلاط وضربت الكميه دي كلها في الخلاط. بس وانت بتحطي في الخلاط هتحطي شويه صغيرين وبعدين تضربيهم، وبعدين تنزلي بالشويه اللي بعدهم لانه بيبقى متلج ويبقى صعب على الخلاط ان هو يضربه، يعني شويه صغيرين مش شويه صغيرين، ما ينضرب تحطي تاني. وبعد كده طب البطيخه بتاعتك مش مسكره، انتم ملاحظين دلوقتي انا ما حطيتش سكر تماما، البطيخه بتاعتك مش مسكره خالص. هتحطي طبعا اللي هو مش دايت هتحطي نص كوبايه سكر لو البطيخه بتاعتك مش مسكره، انت مش عايزه تحطي سكر ممكن تحطي 4 معالق عسل نحل. طيب دلوقتي البطيخه بتاعتي مش مسكره بس انا عايزه اعمله دايت دلوقتي يا جماعه، ده دايت بس انا ما حطيتش سكر لان البطيخه بتاعتي مسكره خالص مش محتاج سكر تماما.
فانت دلوقتي البطيخه بتاعتك مش مسكره وبرضه هتعملي دايت، تعملي ايه؟ هتجيبي السكر اللي هو الستال اللي هو بتاع الرجيم ده، في باكت منه بيعادل معلقه صغيره وفي باكت بيعادل معلقتين، لو هتحطي اللي هو بمعلقتين يبقى هتحطي 4 باكتات، معلقه واحده هتحطي 8، وتحطيهم وتضربيهم برضه مع الزبادي والبطيخ في الخلاط. زي ما انت شايفين كده بغلف، انا عامله بتاعت التلج دي حاطه فيها، وبعدين حطيت برضو في علبة التلاجة، هغلفه واحطه في الفريزر مش اقل من 8 ساعات لحد ما يتجمد تماما. وبعد ما طلع زي ما انتوا شايفينه كده، يا رب ان انا كنت وصلت كل المعلومات. وطبعا المقادير بتاع الزبادي الايس كريم العادي والايس كريم الدايت هكتبه لك برضو في صندوق الوصف تحت، علشان لو انت حابه تعملي ده او ده، ده حاجه وده حاجه، هقولها لك برضو على السريع في سياق الفيديو. زي ما انت شايفه كده، بعد ما مر عليه 8 ساعات واطلعه، واحنا بنعمل تاني هقول لك برضو مقادير الايس كريم العادي مش الدايت. كيلو بطيخ صافي عليهم، طبعا لو مسكر السكر حسب الرغبه، لو البطيخ مش مسكر هتحطي نص كوبايه سكر، نص كوبايه كريم شانتيه بودره، معلقتين لبن بودر، ده كله هتحطيه وتقلبيه، وطبعا كوبايتين زبادي زي ما انا قلت لك، وهتقلبيه وتضربيه في الخلاط شويه بشويه شويه بشويه، علشان بيبقى متجمد لازم تكمجيه قبل ما تضربيه. وبعد كده هتحطيه في زي ما انت حابه بقى، هتحطيه في مكعبات بتاعت مكعبات التلج، حابه تحطيه في علبة التلاجة عادي، هتحطيه في الفريزر يجي 6 ساعات لحد ما يتجمد، ده الزبادي الايس كريم العادي. اما الدايت انت شفتيه دلوقتي، الدايت عبارة عن كوباية زبادي كبيرة، مج كبير، طبعا البطيخة مسكرة مش محتاجة اي سكر، فانا ما حطيتش اي سكر خالص، فبضربه في الخلاط زي ما انت شفتي كده، وبعد كده بجمده تاني يجي 6 ساعات زي ما انت شايفه. طب البطيخه بتاعتك مش مسكره وانا عامله للدايت اعمل ايه؟ يبقى هتجيبي سكر اللي هو سيتال بتاع الرجيم، وهتحطي 8 بكاوي منه، ما عندكيش ممكن تستبدلي بمعلقتين عسل نحل عادي، ما فيش مشكله خالص. يا رب ان انا اكون وفيت كل حاجه وما نسيتش حاجه، بس يا ريت ما تنسينيش في اللايك. زي ما انت شايفه اهو، انا بحط المكعبات اهو، التزيين ده بتاعك انت بصراحه، يعني اللي انت حابه حطيه. انا عندي حته شوكولاته عاملاها على يعني على شكل اللب بتاع البطيخ، علشان ايه؟ نحس ان احنا بطيخ بطيخ يعني، فحبيت احطه. طبعا الدايت مش هناكل الشوكولاته دي يا جماعه، انا حطها بس شكل، لكن بعد كده انا هشيلها. انا بصراحه بقى بيني وبينكم، هتقول لحد في اليوتيوب انا عامله دايت عشان كده انا عامله بقى دايت، فعشان كده انا عملت البطيخ بتاع الدايت ده اهو، زي ما انت شايفه كده انا بزينه، بس ده تزيين خارجي، ممكن تشيليه تحطيه براحتك خالص، تزيين بتاعك انت يعني، انت ايه ملكة بقى بيتك وبراحتك. شايفين الجمال؟ ايه رأيكم في الحلوة دي؟ ما حطناش لون ولا الكلام ده خالص، اوعي تجيبي لون. انا بشوف بعض الناس يا جماعة بيجيبوا لون صناعي علشان يعزز اللون او يخليه لون احمر قوي، لا انا مش بحب الالوان دي خالص ومش معاه، عايزين اللون الطبيعي ومش عايزين ضرر لنفسنا اهو. زي ما انت شايفين ده كله طبيعي، ما فيش الوان خالص. البطيخه بتاعتي حمرا النهارده وما شاء الله عليها ومرمله وزي العسل. هنزل لكم فيديو برضو بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بقى الفيديو خلص، الى اللقاء.